أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. مجزرة إسرائيلية إضافية مروعة في قطاع غزة، أكثر من 100 شهيد في قصف الاحتلال لمصلين بمدرسة تؤوي نازحين وإدانات عارمة للمذبحة. هل الهدف ضرب مفاوضات الدوحة؟ المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في المدرسة الغزاوية، واضعا مجزرة التابعين في خانة إحباط المفاوضات وإشعال الحرب. شمخاني، العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية تهيأت لإنزال أشد عقاب بالكيان الإسرائيلي. المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ينفي نفيا قاطعا ما أوردته جريدة الأخبار من مواقف نسبتها إلى ميقاتي خلال اجتماعه بوفد من نواب المعارضة. من مجد المعوش مساء اليوم الراعي: لا تستقيم حياة الدولة من دون رئيس، فهو وحده يحلف بالله العظيم أنه يحترم دستور الأمة واستقلال الوطن. استنادا إلى زيارته الأمريكية منتصف حزيران الماضي، قائد الجيش يرى 3 خيارات لضبط الوضع في الجنوب بعد وقف النار: إلى الأسلحة الأمريكية ب$20 مليار سابقا لنتنياهو، واشنطن تفرج عن 3 مليارات و500 مليون إضافية. في البرازيل 10 ركاب أخطأوا بوابة شركة الطيران ما أدى إلى إنقاذهم من الموت المحتم في سقوط طائرة الركاب البرازيلية قرب ساو باولو. التفاصيل نبدأها من المجزرة الإسرائيلية المروعة في مدرسة التابعين في غزة فجر اليوم. إدانات محلية وإقليمية وأممية. بلجيكا استنكرت الجريمة، حزب الله شجب ودعا أحرار العالم إلى إدانة المجزرة وتفعيل التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية القاتلة، ووصف مفاوضات الدوحة 15 آب بالكذب والخداع. الشيخ علي الخطيب أدان ودعا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ قرار حازم لوقف التطبيع مع الكيان. سياسيا، الخميس المقبل تعاود في الدوحة المفاوضات المتعلقة بوقف نار وصفقة التبادل في أول اجتماع لها بعد اغتيال إسماعيل هنيه. دخلت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة يومها 309، واستهلته قوات الاحتلال خلال صلاة الفجر بمجزرة استشهد فيها أكثر من 100 جراء قصفها مدرسة تأوي آلاف النازحين. بينما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، مما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع. وأقر الجيش الإسرائيلي بقصفه مدرسة التابعين التي تؤوي نحو 2000 نازح، وكان يفترض أن تشكل ملاذا آمنا لهم بعد أن غادروا بيوتهم ومساكنهم. وأدانت الفصائل الفلسطينية المجزرة المروعة، وأكدت حركة حماس أن تصاعد الإجرام الصهيوني في قطاع غزة لم يكن ليتواصل لولا الدعم الأمريكي، ما يجعل واشنطن شريك فيه. الخارجية الأردنية أعلنت أن قصف إسرائيل مدرسة التابعين خرق فاضح لقواعد القانون الدولي واستهداف ممنهج للمدنيين، فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية أن القتل المتعمد للفلسطينيين العزل يظهر افتقار إسرائيل للإرادة السياسية لإنهاء الحرب في غزة. بدورها دانت وزارة الخارجية القطرية بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بقطاع غزة، مطالبة بتحقيق دولي يشمل إرسال محققين أمميين لتقصي الحقائق في استهداف الاحتلال للمدارس. كذلك دانت الخارجية السعودية بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين، مشددة على أنه يجب وقف المجازر الجماعية بالقطاع الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال. أما مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي فأشارت إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في المدرسة تلو الأخرى بغزة، لافتة إلى أن إسرائيل تبيد الفلسطينيين في غزة بأسلحة أمريكية وأوروبية وسط عدم اكتراث كل الأمم المتحضرة. الجزائر دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. علي شمخاني مستشار مرشد الثورة الإسلامية في إيران رأى أن هدف الكيان الصهيوني من قتل مصلي مدرسة التابعين في غزة هو إشعال الحرب
وإحباط مفاوضات وقف إطلاق النار. شمخاني أضاف: لقد تهيأت العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية التي مرت بالظروف اللازمة لإنزال أشد عقاب بالكيان الذي لا يفهم إلا لغة القوة. رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مروان البرخوثي رد على سؤال عن الجهة التي ستحكم في غزة في اليوم التالي، فأكد أن ليس المهم من يحكم، فتح أم حماس، إنما الأهم هو ترجمة الاتفاق الذي حصل في محادثات بكين بعد موسكو، وهو النهج الموحد المتمثل بوجوب قيام حكومة وفاق وطني تجسد الوحدة الفلسطينية وتأليف قيادة وطنية موحدة تضم الجميع من دون أي استثناء، وهذا ما نعمل له ونسعى إليه. وإلى الجبهة اللبنانية الحدودية الجنوبية، العدوان مستمر في شكل متقطع. الطيران الحربي الإسرائيلي اخترق جدار الصوت فوق بيروت والضواحي. فريق الـ NBN لتغطية التطورات الحدودية نجا من غارة المسيرة في مجد السلم. حمد الله السلامي. في 5:30 قبيل مساء اليوم اخترق طيران العدوان الإسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت وجبل لبنان مرتين، وقبله فوق مناطق أخرى، وصباحا ضرب بالمدفعية بلدة حولة، كذلك نفذ غارات على طير حرفة وعلى سيارة إسعاف في مجد السلم، ما أسفر عن 4 جرحى أحدهم حاله خطرة. حزب الله دمر التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع راميا بمسيرة انقضاضية، كما قصف موقع الملكي بقذائف المدفعية، وبالصواريخ أصاب تجمعا لجنود العدو في تل شعر، وبث فيديو عن استهدافه منطقة تبعد 6 كيلومترات من الحدود اللبنانية. في مجال آخر، حركة حماس في منطقة صيدا ومخيماتها شيعت شهيدها سامر الحاج في الثرى في مخيم عين الحلوة. صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي النفي الآتي: إن ما أوردته جريدة الأخبار من مواقف نسبتها إلى دولة الرئيس خلال اجتماعه مع وفد من نواب المعارضة غير دقيق على الإطلاق، فاقتضى التوضيح. وكانت جريدة الأخبار قد عنونت اليوم الآتي: ميقاتي لنواب المعارضة، الغرب يطلب إزالة تهديد حزب الله عبر إجراءات حدودية. بعد ساعات قليلة من نشر ورقة لبنانية، فند الوزير عبد الله أبو حبيب نقاطها لما بعد هذه المرحلة في الجنوب والحدود. تم اليوم نشر بعض مما عرضه قائد الجيش خلال زيارته واشنطن بحزيران الماضي عن 3 خيارات لضبط الوضع الجنوبي بعد الوصول إلى تسوية. منتصف حزيران الماضي زار قائد الجيش العماد جوزيف عون العاصمة الأمريكية كما هو معلوم، وعقد سلسلة من الاجتماعات بينها لقاء في مبنى الكونغرس مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري مايكل ماكول، ورئيس مجموعة الديمقراطيين في اللجنة النائب غريغوري ميكس، الذين أشارا في حينه إلى أن التركيز كله الآن على ما يحصل في قطاع غزة. ميكس طلب من قائد الجيش رأيه بما يحصل في حينه، فرد القائد: إن الحرب في جنوب لبنان تتوسع جغرافيا يوما بعد يوم، لكن الجيش يعمل قدر المستطاع لضبط الوضع، ونأمل أن تصل جهود الإدارة الأمريكية إلى وقف إطلاق النار في غزة، ما ينعكس إيجابا على الجبهة الجنوبية في لبنان. النائب مكول من جهته أشار إلى أن لدى حزب الله قدرات كبيرة وأقوى من حماس، لكن إسرائيل تريد الانتهاء أولا من حماس في رفح قبل أن تدخل في مسار السلام والتسوية، مضيفا أنه على رغم أن الولايات المتحدة لا تريد اشتعال المنطقة وأن الإدارة تضغط على نتنياهو للقبول بوقف إطلاق النار في غزة وعدم توسيع الحرب إلى لبنان، لكن ذلك لا يعني أن بإمكان حزب الله أن يرتاح لعدم نشوب حرب. صحيفة الأخبار نشرت أن العماد جوزيف عون في رده على أسئلة النائبين ميكس ومكول أكد أن الجيش يضلع بواجبه على كل الأراضي اللبنانية بما في ذلك الجنوب وفي الداخل وعلى الحدود البرية والبحرية أيضا. إن الظروف صعبة جدا في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية وغياب حكومة كاملة الصلاحيات، لكننا على رغم ذلك نقوم بما يمليه علينا واجبنا للحفاظ على استقرار البلاد، وما زلنا نسير دوريات مع قوات اليونيفيل في الجنوب على رغم القصف الإسرائيلي اليومي، كما لا يزال الجيش يتمتع بعلاقات ممتازة مع المكونات الطائفية والمذهبية والحزبية كافة في لبنان ويحافظ على وحدة البلاد. ومن المهم
معرفة أن الجيش لا يزال موحدا وكل ما نريده هو تأمين الغذاء وقطع الغيار للآليات والمحروقات. وفي اجتماع آخر عقده قائد الجيش مع مستشارين في لجنة الشؤون الخارجية خلال زيارته الأمريكية بحزيران الماضي، قال العماد جوزيف عون إن الوضع في الجنوب صعب جدا، لكن هناك محاولات مستمرة لاحتواء الوضع والحفاظ على قواعد الاشتباك، ويستمر التنسيق اللبناني مع السيد عموس هوكستين الذي يسعى إلى فصل جبهة الجنوب عن الوضع في غزة تجنبا لمزيد من التصعيد. وقال قائد الجيش إن لبنان لا يريد الحرب، لكن الوضع في الجنوب يرتبط بوقف إطلاق النار في غزة. وفي رده على سؤال مساعد زعيم الغالبية الجمهورية عما سيفعله الجيش اللبناني إذا هاجم الإسرائيليون لبنان، أجاب العماد عون إن الجيش خسر حتى اليوم، أي بحزيران الماضي، عنصرا و15 جريحا، ولم يحصل منذ 28 أول 2023 أي احتكاك عسكري مباشر بين الجيش اللبناني والعدو الإسرائيلي، إلا أنه في حال قررت إسرائيل تنفيذ عدوان بري سيقوم الجيش بواجبه المتمثل بالدفاع عن وطنه ومواجهة العدوان. وقد تحدث قائد الجيش عن خطة ترسم دور الجيش في حال توصل إلى اتفاق لتطبيق القرار 1701، وقال الآتي: إن الجيش سينشر وحدات إضافية تساعد على الحفاظ على استقرار الوضع في الجنوب كما في كل لبنان، ويجب أن يكون الانتشار بعد وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي لحل النقاط الخلافية على الحدود البرية. وبشأن طرق تعزيز وجود الجيش في الجنوب، أكد العماد عون إن هناك 3 خيارات متاحة. الخيار الأول: إعادة نشر وحدات عسكرية موجودة في شمال لبنان وفي البقاع والجنوب، لكن ذلك سيخلق فراغا في عمليات مكافحة الإرهاب والمخدرات وتهريب الأشخاص. الخيار الثاني: أن تطلب الحكومة من قوى الأمن الداخلي الحلول مكان الجيش اللبناني في بيروت ومناطق في جبل لبنان ب6000 عنصر من أجل إعادة نشرهم في الجنوب، وهو أمر غير وارد حاليا نظرا إلى قلة الإمكانات والعديد لدى قوى الأمن. الخيار الثالث: فتح باب التطويع في الجيش وفق الخطة التي وضعتها قيادة الجيش والتي تمتد على 5 مراحل يمكن تنفيذ كل مرحلة منها على حدة، لكنها خطة تحتاج إلى تمويل وتبلغ كلفتها حوالي $1 مليار، يتوزع حوالي 70% منها على كلفة آليات النقل الجديدة الضرورية لتنفيذ القرار 1701، والذي تعتبر الدورات العسكرية في صلبه بين الجيش واليونيفيل. ولفتت الأخبار إلى أنه في أحد الاجتماعات سمع قائد الجيش من مستشار جمهوري عضو في لجنة القوات المسلحة إيريك تاجر طلبا بأن يقوم الجيش بضبط حزب الله لكون الجيش اللبناني مسؤولا عما يحصل في لبنان، فرد عليه عون بأن الأهم أولا وقف الحرب في غزة، وأشار إلى أن الجيش اللبناني قام منذ 28 الأول بتوقيف مجموعات مسلحة من حماس والجماعة الإسلامية في لبنان كانت تحضر لهجمات صاروخية ضد إسرائيل. إنكم تعلمون أنه ممنوع على الجيش دخول المخيمات الفلسطينية في لبنان. إشارة إلى أن النشر اليوم لبعض من مضمون زيارة عماد عون لواشنطن منتصف حزيران حصل اليوم بعد ساعات من نشر الوزير عبدالله أبو حبيب مضمون ورقة لبنانية تتعلق بالجنوب والحدود لما بعد هذه المرحلة القائمة الآن. أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أنها دمرت منصة إطلاق صواريخ وزورقا ومسيرتين للحوثيين في اليمن والبحر الأحمر. أكدت وكالة سبوتنيك الروسية فجر اليوم اشتعال النيران داخل قاعدة الجيش الأمريكي في قرية خراب الجير في ريف الحسكة شرق سوريا جراء هجوم بطائرات مسيرة ليل الجمعة السبت. الهجوم هو الأول الذي يستهدف القاعدة منذ أشهر بعدما أوقفت فصائل عراقية هجماتها على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، بالتزامن في حينه مع بدء محادثات عراقية أمريكية رسمية من أجل انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. وكانت هجمات الفصائل العراقية تحصل بعنوان المساهمة في خروج القوات الأمريكية من البلاد ودعما لقطاع غزة ضد الحرب الإسرائيلية. زعمت صحيفة جيروزاليم بوست أن خلافا حصل بين الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان والحرس الثوري الإيراني حول عملية الرد على اغتيال إسماعيل هنية. هذا الزعم تحدثت عنه أيضا صحيفة التلغراف البريطانية التي نشرت أن الحرس الثوري الإيراني طالب بمهاجمة تل أبيب ومدن أخرى بشكل مباشر، إلا أن الرئيس بزشكيان اقترح مهاجمة القواعد الإسرائيلية السرية في الدول المجاورة خوفا من العواقب المترتبة، ودائما بحسب الزعم المذكور. نظم اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير
إرادة مؤتمره الثاني للصحة العامة في فندق فينيسيا بعنوان القطاع الصحي في لبنان نحو الحلول برعاية وزير الصحة لحكومة تصريف العام الدكتور فراس الأبيض وحضوره ومشاركة أركان القطاعين الصحي والطبي والاستشفائي وشخصيات. هذا المؤتمر بهاللحظة بفرجي أمر كتير أساسي، وهو أنه نحن في لبنان وبالرغم من أزماتنا وبالرغم من البعض اللي بيقول أنه راس المال جبان وأنه عند أول أزمة بيهرب، هنالك نحن عندنا قطاع أعمال مهم في لبنان. هيدا القطاع اللي عنده إيمان بهالبلد وبيخليه مش بس يضلوا صامت بالظروف الصعبة، بل كذلك يفكر إلى الأمام كيف هو ممكن يحسن وكيف هو ممكن يطور. وبوسط هالأزمة كمان بنسمع كلام على أنه كيف إن شاء الله لبنان ممكن يرجع يستعيد مش بس عافيته، كذلك مكانته في مقدمة الأنظمة الصحية اللي هي في البلد. ولذلك أنا برجع بعتبر أنه طالما هالبلد في هيك إرادة نحن ما منخاف حدا، وإن شاء الله نحن أنا كل أمل بمستقبل هالبلد. فاصل فنواصل. إلى الإدانات الرسمية والنقابية الحزبية، وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أدانت في شدة المجزرة الإسرائيلية في مدرسة التابعين شرق غزة، ووصفتها بدليل واضح على الاستخفاف بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أضافت إن حكومة نتنياهو تعمد لإطالة الحرب كلما تكثفت جهود الوسطاء الدوليين لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي والدول المعنية إلى اتخاذ موقف دولي موحد وجدي وفاعل، أولا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني باعتبار أن وقف العدوان على غزة هو الخطوة الأولى باتجاه التهدئة ومنع اشتعال صراع أوسع في المنطقة، وثانيا لتفعيل المسار الدبلوماسي السلمي من خلال خطوات جدية تلزم الفريق الإسرائيلي بقبول حل الدولتين. تعليقا على مجزرة مدرسة التابعين في غزة، كتب الوزير السابق سليم الجريساطي على منصة إكس: مجزرة بعد مجزرة، إسرائيل تبيد شعبا عربيا عن بكرة أبيه في مصلاه ومشفاه ومدرسته ومأواه، وتدوس الشرائع الإنسانية الدولية كل يوم حاصدة المدنيين العزل من كل الأعمار، ولا من يكبل أيدي جزاري العصر الحديث وهم معروفون بالاسم والصفة. وتابع: هددي يا أمة العرب بالخروج جماعة من منظمة الأمم المتحدة إن لم تبادر إلى نورنبرغ جديدة لإنقاذ الإنسانية من مثل هذه المجازر، أو ما هو أكثر خطرا عليها، أي الاعتياد عليها والتكيف معها. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة نائب محمد رعد في تكريم الشهيد أمين حسن بدر الدين في مجمع الإمام المجتبى في سان تيريز الضاحية، أعلن أننا منتصرون والعدو تائه يبحث عن مخرج، إن المخرج هو بوقف العدوان على غزة وعلى المدنيين في كل مكان. مواقف مماثلة في تأبين شهداء أطلقها الحاج حسن وفياض وفنيش. أهدافه التي أعلنها فشل فشلا ذريعا في تحقيقها، وها هو اليوم مكبل بمشاعر الانهزام لأنه لا يستطيع أن يبلع أنه لم يستطع أن يحقق أهدافه في غزة. هو مضطر أن يفاوض المقاومة، لكنه يهرب من نفسه المهزومة ويلجأ تارة إلى ارتكاب المجازر وطورا إلى الاغتيالات، وتارة أخرى إلى التدمير والقتل العشوائي. وكل من هذه الأساليب لا يحقق نصرا. لم تستطع الاغتيالات أن تعيد مشروع المقاومة إلى الوراء، بل مع كل اغتيال حصل تقدم مشروع المقاومة إلى الأمام وحقق إنجازات وأنزل الهزيمة بالعدو. هذا التاريخ موجود، والذين يراهنون على عكس ذلك فلينتظروا ونحن منتظرون، ولسنا منتظرون بسلبية يعني منتظرين ومكتفين، نحن منتظرون ونحن فاعلون، ونحن منتظرون
نحن مقاومون والميدان بيننا وبينهم، والأيام والليالي. إن المقاومة في أعلى جاهزيتها لأي نتائج تترتب على هذا الرد وعلى الرد الإسرائيلي المفترض. لذلك نحن نعتبر بأن من يتحمل مسؤولية التصعيد ووزر التصعيد ودفع المنطقة إلى هذا المستوى من التوتر إنما هو العدو الإسرائيلي الذي تجاوز القواعد وكسر الخطوط الحمر. لذلك هو يتحمل المسؤولية، أما أولئك الذين يبادرون وهم كثر في هذه الأيام إلى إطلاق المبادرات وإلى إجراء الاتصالات الدبلوماسية وإلى إطلاق التصريحات التي تدعو لخفض التصعيد وعدم الانجرار إلى التوتر، هؤلاء وفي طليعتهم أمريكا وحلفاء إسرائيل، هؤلاء إنما هم مطالبون بأن يرموا بثقلهم وضغوطاتهم على العدو الإسرائيلي أولا وقبل أي شيء آخر كي يوقف حرب الإبادة التي يمارسها في غزة، وكي يوقف سيل العمليات العدوانية التي يمارسها بحق المدنيين في كل ناحية. هذا هو المدخل الطبيعي، وهذا هو المدخل الذي لا مدخل غيره، وهذا هو الطريق الذي من شأنه أن يفضي إلى نتائج. سمعنا في دعوة بعض الدول من أجل إعادة التفاوض من جديد على وقف إطلاق نار في غزة، سواء كان هذا الأمر جدي أو عدم جدي، هذا لن يغير شيئا في قرار قيادة المقاومة. وبعتقد أنه هذا جزء من المناورات والألعاب الدبلوماسية الأمريكية التي تريد أن تقول أن المسؤول عن عدم الوصول إلى إيقاف إطلاق النار هم المقاومون لتبرئة العدو. على أي حال، الأمريكي وغيره يعلم جيدا أنه ما لم تتوقف الحرب الإجرامية على أهل فلسطين في غزة، وما لم يوقف العدوان، لن تقف المقاومة في لبنان عن أداء دورها. علق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على المخاوف اللبنانية من انعكاس حرب غزة سلبا على الاستقرار الداخلي في لبنان بالتصريح: ثمة مخاوف لبنانية مشروعة من أن تلجأ إسرائيل للمسربلة بتجربتها اللبنانية بعد اجتياحها قطاع غزة إلى افتعال ذريعة مع لبنان والاستمرار في شن غارات على مراكز لحزب الله وتحويل أنظار العالم عن مأساة غزة بعدما عمت التظاهرات المنددة بحربها الوحشية شوارع العالم من أقصاه إلى أقصاه على رغم التشدد الدولي والإقليمي لوقف إطلاق النار، ورأى أن الهجمة الإسرائيلية التي اتسمت بالوحشية على غزة هي الوجه الآخر لمحاولة إنقاذ سمعة الجيش الإسرائيلي الذي عجز عن تحقيق أهدافه الرامية إلى سحق المقاومة اللبنانية بتموز 2006، وهو اليوم يبدو عاجزا عن إنهاء معاركه البرية مع المقاومة في لبنان وكذلك مع حماس والجهاد الإسلامي. وأكد أن بوحدتنا نؤمن وقوف العالم إلى جانبنا في ظل استحقاقات داهمة أهمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إضافة إلى طرق الاستعداد لمواجهة رذاذ الأزمة الاقتصادية والمعيشية الزاحفة علينا. أكد رئيس اللجنة النيابية لهيئة الطوارئ النائب سجيع عطية أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل للتداول في الخطة التي وضعت ضمن إمكانات الدولة، مشيرا إلى وجود عرقلة في إعادة فتح مطار الإليعات بسبب نقص في التجهيزات. وكرر التأكيد في حال حصل المحظور وضربت إسرائيل مطار رفيق الحريري الدولي لابد من إعادة تشغيل مطار الإقليعات الشمال على وجه السرعة. وفي حال حصول أي طارئ، أوضح عطية من موقعه كرئيس للجنة الصداقة اللبنانية القبرصية أن الحكومة اللبنانية على تواصل مع دولة قبرص التي أكدت دعمها للبنان ولشعبه الذي طالما كانت متنفسا بالنسبة إليه. من جهة ثانية أشار عطية إلى أن موضوع صيانة الطرق لجهة التنفيذ والتلزيم قيد الدرس في ديوان الموازنة. الناطق باسم حكومة قبرص كونستانتينوس ليتيمي بيوتيس أكد أن بلاده لا تشارك في عمليات عسكرية وغير متورطة في أي صراع في الشرق الأوسط،
خلال رده على اتهامات المعارضة بانتشار قوات عسكرية وأسلحة أجنبية على أراضي الجزيرة، أشار الناطق إلى أن سلطات قبرص تقدم فقط المساعدة الإنسانية، وأضاف إن المجتمع الدولي بكامله يعترف بالدور الإنساني لقبرص ويرحب به، وأكد لتيمي بيوتس أن قبرص تظل جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، وهذا ما يعترف به المجتمع الدولي. في جنوب شرق أوروبا، حيث الحرب بين روسيا والحلف الأطلسي، أكد قائد قوات أخماط الروسية ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية للقوات المسلحة الروسية أبتي علاء الدينوف أن عملية القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك تشرف عليها قيادة حلف شمال الأطلسي الناتو. وأضاف علاء الدينوف في تسجيل فيديو: الآن نسجل من كل المحاور أن هناك أعدادا من الفرنسيين وكثيرا من البولنديين، أي كثير من الأجانب، ولا بد من الإشارة إلى أن هذه العملية تقودها قيادة مقر حلف الناتو بنفسه. هذا أمر لا لبس فيه، لأن الأوكرانيين بأنفسهم من غير المرجح أن يتمكنوا من صياغة هذا المخطط الميداني. وأكد علاء الدينوف أنه تم خلال يومين تدمير كمية كبيرة من معدات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. الخطأ في معرفة شركة الطيران التي سيسافرون عبرها أنقذ حياتهم من الموت المحتم بسقوط الطائرة البرازيلية. منع 10 ركاب من الصعود إلى الطائرة التي تحطمت أمس الجمعة في البرازيل بعدما خلطوا بين شركات الطيران، فهم تأخروا عن الرحلة المنكوبة بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن أحد المحظوظين. وأوضحت بوابة جي 1 أنه بحسب ما قال الراكب فإن 10 أشخاص لم يصعدوا على الطائرة لأنهم خلطوا بين شركات الطيران. ولقد وصل هؤلاء الركاب متأخرين إلى بوابة العبور في المطار، لذلك لم يسمح أحد موظفي شركة الطيران لهم بالصعود إلى الطائرة. وقال أحد ركاب المتأخرين إن ذلك الموظف قد أنقذ حياتي. وكانت طائرة ATR-72 التابعة لشركة فوي باس للخطوط الجوية، والتي كانت تنفذ رحلة من مدينة كاسكافيل بولاية بارانا بجنوب البرازيل إلى مدينة ساو باولو، تحطمت يوم الجمعة في مدينة فينييدو القريبة من ساو باولو، ما أسفر عن مقتل جميع من كان في الطائرة بينهم 58 راكبا وأربعة أفراد من الطاقم. الأرجنتين تتجنب سرقة القرن بالمصادفة، شو القصة؟ السلطات الأرجنتونية بكشفها مساء الخميس في سان إسيدرو، إحدى الضواحي الغنية في شمال العاصمة بوينس آيرس، نفخا كبيرا يمتد 220 مترا حفر باتجاه أحد المصارف قد تكون تجنبت سرقة القرن. والنفخ الذي حفر تحت الأرض بعمق 3 أمتار، مزود إطارا خشبيا كثيفا ونظام تهوئة وكهرباء، وينتهي على بعد أمتار قليلة من بنك ماكرو بحسب بيان الشرطة. وقد كشف أمر النفخ بالمصادفة إذ سمع سائق سيارة متوقف الأربعاء ضجة من هيكل سيارته قبل أن يدرك أن الأمر عائد إلى قضيب معدني يخرج من بين أحجار رصيف الشارع، وأمر مكتب المدعي العام المحلي بإجراء عمليات بحث، ما أفضى إلى العثور على النفخ وتحديد نقطة انطلاقه، وهي حظيرة مهجورة تبعد 200 متر حيث اكتشفت كمية كبيرة من معدات الردم والحفر، ولم تعلن الشرطة عن أي توقيفات في القضية حتى الآن. ويقدر المحققون أن بناء النفق استغرق ما بين 6 و9 أشهر، وصفوه بأنه عمل هندسي أفضل من نفق آل شابو جوزمن، في إشارة إلى النفق الذي استخدمه أمبراطور المخدرات المكسيكي الشهير للهروب من السجن عام 2015. ويعيد الحادثة إلى الأذهان حادثة شهدتها المدينة نفسها عام 2006 ووصفت بسرقة القرن، عندما سرقت مجموعة لصوص 20 مليون دولار من أحد البنوك وفروا عبر نفخ كانوا قد حفروا على مدعم. خلال هذه السرقة التي كانت موضوعة كتب ومسلسلات وأفلام، استخدمت العصابة أسلحة مزيفة وتركت ملاحظة في غرفة الخزنات كتبت فيها: في حيل الأغنياء من دون أسلحة أو ضغينة، لا يوجد سوى المال من دون حب. مشاهدينا الكرام، في الختام أنا وهشام نشكركم ودمتم بخير.